مثل ما ذكرنا أنه pre-processing إلى عدة طرائق، عدة عمليات، أخذنا طريقة region of interest شرحناها بالتفصيل. الآن نجي على طريقة أخرى اللي هي image algebra، اللي هي عبارة عن تتضمن العمليات الجبرية algebraic operation. algebraic operation يتألف من نوعين من العمليات. أول عملية هي arithmetic operation واللوجيك operation. arithmetic operation تتألف من العمليات الآتية اللي هي addition, subtraction, decision and multiplication، جمع وطرح وقسمة وضرب. هذه العمليات احنا نعرفها وين تتم بين صورتين أو مشهدين. أما logic operation فهي عمليات المنطق، وعندي من ضمن عمليات المنطق اللي راح نطرحها إن شاء الله بهذا اللكتشر هو الـ AND والـ OR والـ NOT. الـ AND والـ OR يمكن تطبيقها على مشهدين، صورتين أو أكثر. عدا الـ NOT هنا فقط مثل ما موضحة لكم باللون الأحمر إنه فقط يطبق على صورة واحدة. هذه الأمور اللي أني مظللتها بالألوان، هاي الأمور اللي أريد الأشياء اللي أريدكم تحفظوها مطالبين بها، وكأنه مختصر لهذه الأشياء أمامكم. أجي على موضوع الأديشن، رح نأخذ الأديشن السبتراكشن الديفيجن باختصار. الأديشن هو جمع بين صورتين، مثل ما تلاحظون عندي هنا صورتين أو مصفوفتين، ده أجمع بيكسل مقابل بيكسل، والنتيجة راح تكون صورة أو مصفوفة، صورة رقمية واحدة. إذن هو هذا التعريف مطالبين به، is used to combine the information into image. إذن هو عملية ربط بين معلومات صورتين. واحدة من تطبيقاته اللي يستعملوها إنه يضيف نويز للصورة من أجل تحسين خوارزمية restoration، هي واحدة من يعني طريقة قد يستعملوها في تطبيق معين اللي نسميها development of image restoration algorithm for modeling additive noise، يعني من أجل تشكيل ضوضاء مضاف كما بالمثال الآتي. عندي هذا المشهد ضاف له noise، نوع noise هنا اسمه Gaussian، يضيف للصورة وبالتالي راح حصل الصورة النهائية بها نوع من الضوضاء، وهذا يستعمل لتطبيق معين. الابليكيشن الآخر اللي هو شنو؟ إنه يضيف فت حركة معينة special effect، وهاي وين تستعمل طلاب؟ هذه تستعمل في عمليات أو في طرائق تركيب الصورة في الصور المتحركة، في الـ image morphing. image morphing معناته تركيب صور لصور، يعني وكأنه راح يضيف حركة للصورة. هذا المثال اللي أمامنا، أخذ صورتين وجمعهم والنتيجة كانت وكأنه صورة بيها فت حركة، أضاف حركة للصورة يسموها image morphing. النوع الآخر من العمليات الحسابية هو عملية subtraction، الطرح بين صورتين، بين مصفوفتين. وهذا الفرق بين الصور بين بيكسل وبيكسل، يفضل إنه يكون لصور sequential images، يعني صور متسلسلة. فائدة هذه الطريقة هي لتحسين الفرق بين القيم الصورة وكشف الحركة، هم يعني enhance of difference between images and detect motion. شنو معناته؟ المثال الآتي كلش راح يوضح الكلام السابق إنه أنا ليش دا أستعمل أو أطبقه على صور sequential متتابعة أو متسلسلة. إذا كانت في حالة عندي بأدرس ظاهرة معينة، أراقب هذه الظاهرة
المتحركة، ظاهرة التحرك أو تتابع حركة جسم معين. عندي صورتين، لاحظ هنا هاي صورة السيارة أمام هذا اللوح، وهنا شلون تحركت بالمشهد الآخر بعد اللوحة. شوفوا الحركة اللي صارت. إذا طرحت المشهد هذا من المشهد المشهد B من مشهد A، نتيجة الطرح هي كالآتي: شنو الواضح أمامكم؟ ليش هاي القيم أكو صارت سودة وأكو قيم كانت بيضاء يعني بالصورة؟ من أطرح قيم متشابهة، عملية الطرح راح تكون صفر، يعني واحد ناقص واحد راح تكون شنو؟ صفر. من دي يطرح هنا قيم مشابهة، قيم البرايتنس القيم الإضائية للبكسلات، قيم مساوية راح يعطيني صفر. وين أعطاني القيمة على قيمة اللي هي طاها هنا لون أبيض للسيارة اللي تحركت؟ يعني هنا ماكو سيارة، هنا ماكو، ما موجودة بهذه الصورة. راح أطلع كل جسم السيارة، وهنا أيضا طلع جسم جزء العفو بسيط من السيارة. إذن هنا بين لي الحركة، بين لي جزء المتحرك من عملية الطرح. عندي عملية رياضية أخرى اللي هي عملية المولتيبليكيشن اند الديفيجن، الضرب والطرح بين المشاهد. فائدة هذه العمليات أو استعمالها لي to adjust the brightness of the image هو لتعديل أو لضبط قيم سطوع الإيمج، القيم الضيائية اللي هي تمثل لي قيم البكسلات للصورة. فإذا كانت الصورة بها كانت غامقة، قد تكون أفتح أو أضرب مجموعة من الصور أيضا حتى أشاهد حركة معينة للأوبجكت. في حالة عندي هنا هذه الصور، صورة مثال، إذا كانت هاي الصور لها قيم أعلى من واحد، طبعا هاي الصور رمادية قيمها تتراوح بين الصفر إلى 255، أقدر باستطاعتي أنه أضربها في قيمة أكبر من واحد. طبعا أخذها اثنين، إذا أخذها أضرب هاي القيمة، يعني قيم كل الصورة أضربها في اثنين، إذا أكثر من اثنين راح تكون كلش برايت، كلش إضاءتها عالية. أخذ فت قيمة أكثر من واحد، لأن الواحد إذا ضربته في واحد ما راح يبين، راح أضربها في اثنين ألاحظ كيف كانت الصورة أكثر برايت. إذا قسمها على اثنين راح تكون الصورة بالشكل الآتي، راح تكون أكثر يعني أكثر عتمة أو تكون غامقة. فائدة هذه الطريقة أو هي عملية الضبط السطوع تعد، هاي كلش مهمة، تعد خطوة معالجة لتحسين الصورة، خطوة للمعالجة لتحسين الصورة. المثال اللي أمامي الآخر، هنا تم عملية ضرب بين بكسلات صورتين، وبالتالي حصلت صورة أيضا وكأنه بيها فت حركة معينة، فت إضافة معينة. هاي واحدة من طرائق الأخرى إنه يقسم الصورة، أما على قيمة أقل من واحد، شوفها يعني شوفون أمامكم إنه صارت أوضح الصورة، قسمها على قيمة أقل من واحد. هنا قسمها على قيمة أكبر من واحد، طبعا كل ما يزداد المقام كل ما تقل القيم وصير أكثر عتمة أو تكون أغمق. للطلاب هاي الأمثلة فقط للتوضيح، فقط للتوضيح حتى تفهمون الشرح اللي أني شايرة إله باللون الأحمر أو الأخضر أزرق ومطيته بولت. هاي الأمور المهمة اللي أريدكم أنتم تأكدون عليها، تركزون عليها وتحفظوها.